البلديات إنهن انتخاب غير خاضع لمصالح السياسية. شو نتيجة هالاستحقاق؟ هالديمقراطية بلبنان هي اللي ربحت؟ رئيس بلدية الحدد جورج عون، رئيس بلدية المنصورية ويليام خوري، القنصل العام لجمهورية ملاوي بلبنان أنطوان عقيقي، رئيس بلدية بيت الدين توني عزار، ضيوف المنبر مع كريم الجميل، الأربعة 9:30 المساء على الـ OTV. هالبرنامج برعاية بيورغ. بوم بيو بيورغ.